دون مدرب رئيس، حاول صنع الخطر ونجح فيه، غير أن مجهودات رفقاء بن عيادة لم تتوج حتى نهاية اللقاء بتعادل أبيض، ما يجعل مباراة العودة مفتوحة على كل الاحتمالات. يأتي هذا بعدما عاد التقني عبد القادر عمراني الأحد الماضي، ثم انسحب مجددا في انتظار المستقبل الأفضل لشباب قسنطينة قبل مباراة العودة يوم 4 ديسمبر في غامبيا. في مباراة ممثل